بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ومع درس جديد من دروس شرح رواية ورش من طريق الأزرق من الشاطبية، نشرحها هكذا من المصحف. وقفنا عند قول الله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا. قالت ربي أنى يكون لي ولد. ننتبه إلى كلمة رب، ليس فيها ياء. أنى فيها وجهان، فتح وتقليل. يخلق ما يشاء، مد متصل فيه الإشباع. وإذا وصلنا التقاء الهمزتين من كلمتين مختلفتين في الحركة، الأولى مضمومة والثانية مكسورة. المضمومة في ما يشاء، والثانية في إذا، والمكسورة في إذا. ورش يحقق الأولى والثانية، له فيها وجهان: إما أن يسهلها بين بين، أو يبدلها واو خالصة. هكذا نبدأ بوجه التسهيل بين بين. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى. أما وجه الإبدال فهكذا: قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى، يعني تبدل واو الخالصة. قضى من ذوات الياء فيها وجهان، فتح وتقليل، مع مراعاة المد المنفصل: إذا قضى أمرا. فإنما يقول له كن فيكون، مد سير الصغرى، هو عبارة عن مد طبيعي. إذن على الفتح في قضاء، لنا في العارض للسكون الذي هو فيكون ثلاثة العارض: قصر وتوسط وإشباع. وإذا قرأنا بالتقليل، لنا في العارض للسكون وهو فيكون توسط وإشباع. والتوراة التقليل قولا واحدا، والإنجيل نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. ورسولا إلى بني إسرائيل، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في ورسولا إلى بني إسرائيل، فيها مد منفصل في الإشباع، ثم مد متصل فيه الإشباع كذلك. أما البدل فهو مستثنى من الشاطبية، لا يمد له البدل، فنقرأ بالقصر. بآية من ربكم، بدل في الأوجه الثلاثة: بآية من ربكم إني أخلق لكم. استرات من الجمع، وهو عبارة عن مد منفصل في الإشباع. إني أخلق، قرأ ورش بكسر الهمزة، بينما حس قرأ قد جئتكم بآية من ربكم أني، أما ورش قرأ بكسر الهمزة إني أخلق، مع فتح الياء من إني أخلق. كهيئة الطير، هذا مد اللين، مثل شيء وشيء، فيه توسط وإشباع. فيكون طائرا بإذن الله، هنا بالمد، وهو عبارة عن مد منفصل، عفوا، هو عبارة عن مد متصل مع مراعاة ترقيق الراء لأنها مفتوحة قبلها كسر. وأبرئ لكمه، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وما كذلك ولبرص. وأبرئ لكمه ولبرص، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في الكلمتين.
وأحيي الموتى بإذن الله، وجهان فتح وتقليل. وأنبئكم بما تأكلون، إبدال الهمزة حرف مد، بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، راء مضمومة قبلها كسر ترقق، وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صلة ميم الجمع في الموضعين، وهو عبارة عن مد منفصل في الإشباع، وفي الوقف نقف بالإسكان. لآية بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. مؤمنين إبدال الهمزة واو خالصة. طيب، اجتمع في هذه الآية بدل في بآية وكهيئة مد اللين وياء من كلمة الموتى، ثم عندنا كذلك بدل في الأخير وعارض للسكون. إذن على قصر البدل في الموضعين لنا في كهيئة وهم الدلين التوسط، ولنا في الموتى الفتح، ولنا في العارض السكون ثلاثة العارض: قصر وتوسط وإشباع. طيب، لنا في ثم نعطف بوجه التوسط في البدل في بآية ولآية في الموضعين، ولنا في كهيئة التوسط، ويأتي عليه التقليل في الموتى أي في ذات الياء، ويأتي عليه في العارض للسكون توسط وإشباع. طيب، نأتي بوجه الإشباع في البدل في الموضعين، ويأتي عليه التوسط في العارض للسكون، ويأتي عليه في الموتى الفتح، ويأتي عليه في العارض السكون وهو مؤمنين الإشباع. ثم نعطف بوجه التقليل بين في ذات الياء، لأنه يأتي على الإشباع في البدل وعلى التوسط في كهيئة. ثم نأتي إلى العارض السكون ونعطفه ونقرأه بالإشباع. نأتي مرة أخرى ونقرأ بالإشباع في البدل، لكن هذه المرة نقرأ كهيئة وهم الدلين بالإشباع بست حركات، لأن فيما مضى قرأناه فقط بالتوسط. ثم نأتي إلى الموتى ونقرأه بالفتح، وطبعا يأتي عليه في العارض للسكون الإشباع. ثم نأتي إلى الموتى وهو اليائي، نقرأه بالتقليل لأنه يأتي على الإشباع في البدل وعلى الإشباع في اللين. ونأتي إلى العارض للسكون ونقرأه بالإشباع. بهذا تكون انتهت هذه الآية وما فيها من التحرير. التوراة التقليل قولا واحدا بآية من ربكم بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، طبعا على قصر البدل ثلاثة العارض السكون في وأطيعون، وعلى التوسط في البدل توسط وإشباع في العارض، وعلى الإشباع في العارض الإشباع، وعفوا، وعلى الإشباع في البدل وعلى الإشباع في البدل الإشباع في العارض. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، مد منفصل في فلما في الإشباع، عيسى من ذوات الياء فيه وجهان فتح وتقليل. من أنصاري إلى الله، نقل حركة لمزة إلى الساكن قبلها بعد فتح الياء من أنصاري، فتح الياء من أنصاري إلى الله. آمنا بالله بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. إذن على الفتح في عيسى، لنا في البدل القصر، ولنا في العارض السكون
ثلاثة أوجه: قصر وتوسط وإشباع. ثم نعطف بالإشباع في البدل لأنه يأتي على الفتح، وعليه في العارض السكون الإشباع. ثم نأتي إلى عيسى ونقرأ بالتقليل بين بين، ويأتي عليه في البدل التوسط، ولنا في العارض وجهان: توسط وإشباع. ثم نأتي إلى البدل ونقرأه بالإشباع لأنه يأتي على التقليل في عيسى، وعليه فلنا في العارض السكون الإشباع. هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.